ماذا أخذنا؟ نعم أخذ فضل العلماء ونسير على طريقة هؤلاء. طيب الآن مقدمة ذكرنا فيها وجوب التوحيد أوجب الواجبات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعبدون يوحدون. كل عبادة في التوحيد معناها، كل عبادة في القرآن معناها التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون، واعبدوا الله وحدوا الله. العبادة هي التوحيد، ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. لأن الخصومة فيه، ما الخصومة فيه؟ تخاصم النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار في أي توحيد؟ توحيد العبادة. الثاني قلنا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، والتوحيد له فضائل كثيرة. وتحقيق التوحيد قلنا حتى نحقق نقتدي بمن؟ بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان أمة، أمة يعني إماما يقتدى به في أقواله وأفعاله وفي اعتقاده. إن إبراهيم كان أمة قانتا كثير الطاعة مع الدوام عليها، لله إخلاص، حنيفا مقبلا إلى الله مبتعدا عن الشرك، ولم يكن من المشركين البراء من الشرك وأهله، شاكرا لأنعمه، لأن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر، وليس الإشكال في حال السراء، حال الضراء، الإشكال كل الإشكال في حال السراء، وقليل من عبادي الشكور. إذا لابد من الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في أمور ستة: قانتا، إمام يقتدى به، وكثير الطاعة مع الدوام عليها، إخلاص، براءة من الشرك وأهله، شاكر لأنعمه، إيش بقي؟ حنيفا مقبل الله مدبر عن الشرك. جزاك الله خير. ما أضافه الله سبحانه وتعالى لنفسه ينقسم إلى قسمين. أي شيء يضيف الله سبحانه وتعالى إلى نفسه ينقسم إلى قسمين: إضافة أعيان وإضافة أوصاف. كل عين قائمة بذاتها منفصلة عن الله، هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. كل عين قائمة بذاتها منفصلة عن الله، هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، إلى خالقه. إن أرضي واسع، عين الأرض، نعم، هذا من إضافة المخلوق إلى خالقه. عيسى روح منه، أي روح من الأرواح التي خلق الله وأضاف لنفسه تشريفا. وطهرا بيتي، البيت عين قائمة بذاته مفسر عن الله، تمام، هذه إضافة أعيان. الثاني إضافة أوصاف، وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف غير مخلوقة. كل صفات الله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ الرحمن الرحيم الحي القيوم، نعم. يقول العلماء رحمهم الله أن خوارق العادات أربعة، يعني هناك أشياء تأتي على خلاف ما اعتاد الناس. يعني هذا الأخ يعني الآن لو طير في الهواء بيديه اعتاد الناس هذا؟ لا، لكن يمشي من هنا للجامعة الإسلامية في ساعتين مثلا، طبيعي جدا. ممكن هذا يقول أنا أمشي في ساعة، صح؟ نعم، يمشي إلى مكة مثلا في 10 أيام ممكن، نعم، لكن يمشي إلى مكة برجليه في نصف ساعة؟ لا، يصلي المغرب في والعشاء في مكة؟ ما يمكن. طيب، خوارق عادات يقولوا أربع. خوارق العادات كم؟ أربع. أربع. الأول آية، والشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول لا تأتي بقول معجزة. لماذا؟ لأنه قال هذا هو الذي جاء في القرآن آية، لأن المعجزة قد يعجز عنها بعض الناس وتكون للدجالين آية. والآيات انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أي إنسان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندي آية، نقول هذا كفر أكبر وانتهى الأمر. واحد، آية تكون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الثاني كرامة تكون لأولياء الرحمن، من كان مؤمنا تقيا كان لله ولي. الثالث معجزة وفتنة واستدراج، وتكون لأولياء الشيطان، لا إيمان ولا تقوى، نسأل الله السلامة. الرابع فضيحة،
الرابع فضح. كيف؟ نسأل الله عافية السلامة، كل من كذب على الله يفضح في الدنيا قبل الآخر. مسيلمة، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه أنه بصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع. آية في الحديث هنا، الآية الأولى هذه، الآية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم فتح خيبر، تفتح غدا خيبر، يفتح الله على يديه. لكن أخواننا الصحابة ما التفتوا لهذا، ما التفتوا للفتح، لأنهم لم يخرجوا للغنيمة، لم يخرجوا إلا للآخرة. قال لهم النبي يا أخواننا خيبر أموال، نعم أموال غنيمة. الصحابة رضي الله عليهم لم يلتفتوا لهذا الفتح، لم يلتفتوا للدنيا، فبات الناس يذوقون ليلتهم كلهم يرجو أن يعطاها. إلى ماذا يلتفتوا؟ محبة الله سبحانه وتعالى. فقال أين علي؟ سبحان الله، تحقيق الصحابة للإيمان بالقضاء والقدر. لم يقل واحد من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علي مريض ونحن تعبنا ونفكر، صح؟ لا، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. جاءوا لمسيلمة برجل في عينيه رمد، مرض، ممكن تقرأ على مريض يضرب وممكن لا يضرب، قرأ عليه ذهب بصره، نسرعه بسرعه، فضيحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة بئر فيها ماء قليل، قال يا رسول الله ادعو الله أن يبارك لنا في هذا الماء. دعا النبي صلى الله عليه وسلم وبصق في الماء في البئر، وإذا الماء يزيد. مسيلمة قال له عندنا بئر، تعال. جاء تمتم وبصق، جف البئر، فضيحة، نسرع بسرعة. هذا ميزة غلام أحمد قدياني، الدعوة القديانية إلى يومنا هذا تنتشر، وبعضكم يعرف أنها تنتشر، نعم عندكم هناك، ولا يحرك ساكنا ولا يدعو. ميزة غلام أحمد قادياني هو مؤسس الفرقة القاديانية، مات أكرمكم الله في الحمام، فقالوا لأتباعه، قال أهل السنة طبعا لأتباع هذا، قالوا تقولوا أن هذا نبي، كل نبي يدفن حيث قبل، هذه فضيحة، نسأل الله عليه السلام. نعم،